إذن نكمل عندنا subordinate conjunctions of manner اللي إحنا راح نحكي عن ظروف الحال. طبعاً ظروف الحال يعني هن كثيرة، إحنا راح نبدي بأول وحدة واللي هي لاز. طبعاً لاز وحدة من ظروف الحال. ظروف الحال مثلاً عندنا the subordinate conjunctions as means the way، معناها الطريقة. يعني شلون نقول الطريقة؟ يعني حتى إذا تريد تأكد أو تريد تعرف نستبدلها الكلمة باز، نستبدل كلمة as بطريقة. مثلاً هاي الجملة الثانية، you did not do the report، أنت لم تفعل أو لم تقم بالبحث التقرير. as I had showed you، بنفس الطريقة التي رأيتك إياها. إذن as بنفس الطريقة، إحنا قلنا بنفس the same way، معناها الطريقة the same way. In California، في مدينة كاليفورنيا، ولاية كاليفورنيا، we can enjoy the beach، نقدر نستمتع بالشاطئ، as we used in Florida، بنفس الطريقة التي نستمتع بها في ولاية أو في مدينة فلوريدا. إذن بنفس الطريقة. إذن الآز هنا شنو معناها؟ معناها هنا بنفس الطريقة، بنفس الطريقة، هذا هو معناها. فإذن مرة أخرى الآز هنا معناها بنفس الطريقة، وهي ظرف منر، معناها نفس الطريقة بالعربي بنفس الطريقة، وهي ظرف حال، وهي ظرف حال. طبعا ضروري جدا نعرف بأنه هي معناها بنفس الطريقة وهي ظرف حال. ها أركز عليها، ترى مهمة. طيب ليش مهمة؟ هسه راح تعرف ليش لازم تعرف هذا الشيء. يقول the subordinate conjunctions also can mean time، لأن الآز مرات تجي بمعنى وقت. I arrived as I was leaving، وصلت، هم وصلوا عندما أو بينما أنا غادرت. إذن هنا معناها بينما، يعني صير أقول هم وصلوا بنفس الطريقة أنا غادرت، يعني ما راهم، مو راهم المعنى هنا. فبالنسبة لي الجملة اللي قاعد تشوفونها قدامكم، الآز هنا، الآز ليست ظرف مانر، ظرف تايم. إذن الآز هنا زين ستار، شلون أعرف أنا بيناتين؟ أكيد من المعنى راح تعرف، يعني ما معقول الأرايف الوصول يدل علي من على التايم، مستحيل. بينما من أقول we do the report، يعفى على الريبورت، هذا مو وقت، هذا طريقة، نفس الطريقة. enjoy the beach طريقة، يعني نفس the same way. هذا الأمثلة لازم نقراهن ونركز عليه. زين شنو المطلوب من عندي اللي أقراهنا؟ لازم أعرف بين الآز هي ظرف منر ومعناها بنفس الطريقة، ولازم أفهم أنتبه على الجملة. يعني مثلا من يجيب الجملة خارجية يقول لي I travel to India as my father graduated أو my brother graduated، يعني أنا سافرت للهند بينما تخرج أخي. إذن أخوي تخرج وأني أثناء هذا الحكي أنا رحت للهند، إذن هذا وقت، هذا مو منر، مو منر. طيب إذن ثاني ملاحظة بخصوص هذا الموضوع، the subordinating conjunction as if and as though. إذن as if والas though refers to how something appear. إذن as if والas though هي أيضا ظرف حال، ولكن تتكلم عن كيف ظهر شيء ما، يعني شكل الشيء، تتكلم عن شكل الشيء، شكل، تتكلم عن 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 مظهر شيء، تتكلم عن مظهر شيء. خلينا نكتب ملاحظة، الآزف والآزدو تتكلم أو تتحدث عن أو تصف مظهر شيء. طيب كتبنا ملاحظة، ناخذ عليها مثال، ناخذ عليها مثال. المثال يقول my brothers swim as if they were fish، اخواني يسبحون
احنا شلون نقول عليها؟ تقول سمكه، تقول سمك، يعني هذول يسبحون مثل السمك. اذا مظهر او شكل السبح مالتهم كشكل السمكه، اذا هنا يخص الشكل. اذا الموضوع هنا it is about the shape or the appearance of something، مظهر شيء معين، شكل شيء معين. اذا كيف شكل السبح مالتهم؟ شلون يسبحون هم؟ كيف يسبحون مثل السمكه؟ اذا هذا شكل. مثال اخر، in California، في كاليفورنيا، I would feel as though were alive again، في كاليفورنيا اشعر وكانني، اشعر وكانني اولد او اعيش حياه جديده وحياه اخرى، حياه اخرى. اذا كيف تبدو الحياه او كيف يبدو الشعور في كاليفورنيا؟ يبدو مثل الحياه الجديده، يعني مظهر المظهر مالته، يعني شكلها تشبه الحياه الجديده. اذا يعني الموضوع يخص الشكل او يخص التشبيه، يعني على اقرب حد. مثلا you look as though you know each other، والله مبينين واحد يعرف الثاني. اذا يبينون، احنا شلون نقول يبين؟ يبين، تقول، يعني اكو في بخص الشكل او خص التشبيه، تشبيه شيء. You look as though you know each other، والله مبينين واحد يعرف الثاني، يعني شكلكم، شكل الكلام مالتكم وطريقة التحدث، يعني المظهر مالتها انه انتو واحد يعرف الثاني. اذا الازف والازدو تخص المظهر، تخص شيء شكل معين، يعني تخص شكل او مظهر شيء معين. هنا شوية عندنا ملاحظة، يقول عبارة الازف as though maybe possible or maybe untrue، يعني عبارة as though as if، هذين الاثنين حكينا عن هذين الاثنين، يقول هذين الاثنين يعني خلينا نقول عليهن شوية مو دائما تكون عبرا عن الحقيقة، يعني مرات يحكي عن شيء غير حقيقي او شيء محتمل الحدوث. It looks as if it's going to rain، تبدو وكأنها ستمطر، يعني هي من المحتمل تمطر. اذا انا ما متاكد، اذا من عباره الازف يعني شويه مو كلش بيها حقيقه، يعني مو كلش بيها حقيقه، يعني بيها احتماليه. وراح ناخذ امثله هسه اكثر. She looks as if she had seen a ghost، هاش بيها تقول تقول شايف الشبح. شلون احنا نقول هذا الجمله؟ ايش بيها تقول عبالك شايفت لك شبح، عبالك شايفت لك شبح هاي. اذا هذا قابليه صدق شايف شبح؟ لا، بس تشبيه، دا اشبه الشيء. ازف 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 شي هاد سين ا غوست، اذا هي ما شافت، بس هو تبدو وكانها رات شبحا، تبدو وكانها. اذا الموضوع يعني ما بي حقيقه، يعني بي احتماليه، يعني شلون احنا نقول يعني تشبيه، هو تشبيه. مرات ممكن يكون يعني ممكن الحدوث، مثلا it looks as if it's gone، لقيت غيوم يعني موجوده، اشوف غيوم اني بالسماء، اقول يعني it looks as it's going to rain، ستبدو وكانها ستمطر، تبدو وكانها ستمطر. اذا يعني هي الفكره انه احنا دي نتكلم عن احتماليه شيء، فلازم نركز. ملاحظه مهمه ان الازف لازف والأصدر يعني احتمالية، بها احتمالية، ليس بها يقين، لا تحتوي على يقين، لا تحتوي على يقين. When the idea that follows as if or as though is untrue, past is often used with... ملاحظة كلش مهمة، إذا كانت الجملة تدل عن الماضي، إذا كان بها ماضي، إذا كانت الجملة بها، إذا كانت الجملة غير حقيقية، فراح نستخدم وياها ماضي. إذا كانت الجملة غير حقيقية، راح نستخدم وياها ماضي. طيب شلون؟ I feel as if I were on top of the world. الله، أنا أحس وكأنه أني الأول على العالم، أعلى شخص، أقوى شخص بالعالم، هيك شيء يعني، أعلى شخص بالعالم، أفضل شخص بالعالم. هل هذه حقيقة؟ ليست حقيقة طبعا، طالما هي مو حقيقة فراح استخدم الوير. الوير دائما نستخدمها مع الغير حقيقي، الماضي، يعني دائما احنا نستخدم ماضي غير حقيقي. فانا هسه لو واحد قال لي زين استاذ محمد ليش اخذنا الماضي؟ ليش؟
شنو السبب اللي خلانا نستخدم الماضي لانها غير حقيقه؟ طيب ليش اخذت الاي مع الوير وهي الاي تاخذ الواز؟ لانها غير حقيقه، لانها غير حقيقه، لانها شيء غير حقيقي. I felt as though I had been hit by the car. ليش خلينا الهاد؟ لانها ماضي، لانها ماضي. بالنسبة لتمرين 6 يقول make a complete sentences by matching items in column. من هذا يحكي لك أن احنا نربط الجملتين. طبعا احنا راح نربطهن بتمرين رقم 6. هذا وين الحل؟ طبعا هذا الحل موجود قدامنا. She backed into the driving space as her driving instructor had taught her. طبعا اذا لاحظ ان هنا الاز هنا من ربطنا الجمله ربطناها باز مثل ما موجوده هي بالكتاب. الاز هنا احنا اخذنا الاز. طبعا الاز هنا هي بنفس الطريقه هنا معناها the man is tried and looks as if he's been running. He writes as he talks. هو يكتب. طبعا مجرد ربط الجمل لا اكثر ولا اقل. يعني نحاول انه احنا نشوف الربط شلون كتم. The man is tired and looks as if. ويبدو وكأنه الرجل متعب ويبدو وكأنه he has been running. As if he has been running. طبعا هنا الرجل متعب ويبدو وكأنه كان يركض. الجملة هذه ما بيها شيء غير حقيقي. يعني هذا الشيء مو خيالي. واقعي. لذلك احنا ما استخدمنا خلينا نقول الهاد الماضي. ليش؟ لان احنا قلنا الماضي فقط هو الشيء الغير حقيقي. اذا كان الجملة عندي غير حقيقية فهنا ليش قال as if he has؟ طبعا as if he has ما قال هاد. خل هاي الاف has running. ليش ما قال هاد؟ او ليش ما قال مثلا I wear مثلا؟ لانها مو حقيقي، لانها شيء عادي. يعني الرجل متعب يبدو وكأنه كان يركض. إذا هذا احتمالية بس هو مو خيالي. مو مثلا أنا أقول أنا الأفضل بالعالم، لا هذا شيء مو حقيقي، هذا خيالي. يعني هذا مستعيد. أنت شو بدك تشوف العالم كليته؟ أو مثلا أقول تبدو وكأنها رأت شبحا، إذا هذا مو حقيقي، هذا ولا محتمل، هذا خيالي. يعني فيعني هذا هو يعني الفكرة. يعني دائما لا ننسى أنه عبارة الأزف والأصدو من دل على غير حقيقة نستخدم وياها الماضي، نستخدم وياها الماضي. The 13 years old drove as though she had been driving all her life. يعني هذه السائق الفتاة التي تسوق اللي عمرها 30 سنة تسوق وكأنها قضت طول عمرها تعيش تسوق. يعني هنا ليش مستخدم الهاد؟ لأنه شيء غير حقيقي. يعني ما معقولة أكو بنت أو امرأة قضت طول عمرها تسوق. يعني شيء هذا مو حقيقي. يعني ما معقولة واحد 24 ساعة لازم السيارة ويسوق. حتى إذا كانت 24 ساعة لازم قضت أول 10 سنين ما تعرف. فهذا شيء غير حقيقي. هذا الشيء غير حقيقي. طالما هو غير حقيقي فراح نستخدم له الهاد بين. يعني راح نستخدم وياه الماضي. يعني ليش استخدمنا ماضي؟ لانه شيء غير حقيقي، شيء خيالي. فهذا هو الفكره. يعني هيك يعني الواحد لازم يحل، لازم هيك ينتبه على هاي الامور. وكل الحكي اللي احنا موجودنا كل شيء احنا ماخذينه. يعني ماكو شيء خارجي اطلاقا. شكو شيء هسه بهذا التمرين، شكو حل احنا ماخذينه وانا مكتب عليه ملاحظات. ابدا ماكو شيء خارج ابدا. التمرين 7 ما نحتاج نقرأ. يعني هذا دايلوج، حوار، والحوار مرتبط ببعضه. فما أعتقد أنه بالامتحان يجيب لك حوار الأستاذ وش كم أسطورة وش قد وتعال. لا يعني هيش حوارات. يعني نحاول إحنا ما عندنا هواية تمارين نحاول نغطيها بغير أمور. فالحوارات يعني أنه دايلوج حوار أو قصة. مرة شفتها مستوري بهذا المنهج أنه واحد يقرأ القصة. لا يعني هيش شيء ما رح يجي. وبعدين احنا التمارين اللي اخذناها والافكار اللي اخذناها اعتقد كلش كافيه هي والامثله، وراح تغنيك عن الامور الاخرى. ناخذ subordinating conjunctions of conditions. subordinating conjunctions of conditions هسه راح نتكلم عن ادوات الربط اللي هي تخص الكونديشن اللي هي الحاله. عندنا هنا بعض الامثله. هاي الامثله بس امثله لا اكثر ولا اقل. خلينا نبدا بالملاحظات. اول ملاحظه تقول
the subordinating conjunctions as long as. طبعا as long as معناها طالما، مهم جدا نعرفها. Means that the situation is in the independent clause must be true for the situation in the independent clause to be true. As in the sentence, in order to avoid a fine, your check must arrive on time. طيب شنو معنى as long as؟ طبعا هو قال عليها حكي هنا، بس انا راح اعطيكم عليها شرح. تستخدم، او ملاحظه، تستخدم ال as long as تستخدم ال as long as للتساوي في معنى الجملتين، للتساوي في معنى جملتين. وركز يمي، انا قلت للتساوي في معنى الجملتين، انتبه علي، للتساوي في معنى جملتين. يعني اكو شيء مهم behind that، يعني اكو شيء مهم ورا هذا السبب اللي خلاني اقول لك، يعني انه اكو فد سبب خلانا نقول معنى جملتين. يعني اذا كانت الجمله الاولى تعبر عن شيء حقيقي او فد معنى، لازم الجمله الثانيه هم تعبر على معنى نفس الشيء. يعني مثلا as long as we got your check on time you will have to pay fine. طيب شنو المقصود به؟ طالما احنا وصلنا بالوقت المناسب، إذن طالما احنا وصلنا بالوقت المناسب إذن انت ما راح تحصل على تذكرة. إذن هذا تساوي بالمعنى، بالمنطق تساوي بالمعنى، يعني قصدي تساوي بالمنطق، المعنى هو المنطق، يعني تساوي المنطق. طالما احنا وصلنا بالوقت المناسب إذن انت ما راح تحصل على تذكرة. طالما انت وصلت متأخر إذن انت راح تحصل على تذكرة. طالما انت درست بالامتحان إذن انت راح تنجح. إذن الاز لانجاز تحكي لك عن ربط معنى وين، يعني ربط المنطق المعنى، تساوي بالمنطق تساوي بالمعنى، هذا هو الـ as long as. وإذا لاحظ إحنا بهاي جملتنا إن الـ as long بداية الجملة بالنص مخلين فارزة، الجملة الأولى هذه نسميها dependent clause والجملة الثانية نسميها independent clause. السبب لأن الجملة الأولى لأنها independent clause لأنها لا تحتوي على معنى كامل، والدليل لو قلت as long as we got your ticket on time، طالما حصلنا على تذكرة بالوقت المناسب أو وصلنا أو حصلنا على تذكرة في الوقت المناسب، طالما حصلنا على تذكرة في الوقت المناسب، أوكي شنو يعني؟ ما افتهمت. أوكي وش صار بعدها؟ ما افتهمت المعنى. بس من أقول بالجملة الثانية you will have to pay a fine، لن تدفع على تذكرة، أنا أقول للواحد أنت ما راح تدفع تذكرة، المعنى واضح تقريبا. فهذا هو الجملة الثانية تصير independent clause والجملة الأولى راح تصير dependent clause. ثانيا طيب شنو المطلوب من عندي بالجملة الأولى هنا؟ أحفظ الـ as long as وأحفظ عليها مثال وأعرف بأنه لازم الـ as long as والجملتين ذن يكونون متساوية بالمنطق فقط. نجي على الملاحظة رقم 2. The subordinating conjunctions whether or not means neither this situation nor this situation matters. Not that the possible to separate whether and or not. طبعا هنا عندنا الوذر والنات، هذني يعني يجي نسويه دائما الوذر والارنات، يعني هذني وذر والنات يعني معناها لا هذا ولا ذاك، هيك معناها تقريبا. they are going to get married whether not يعني شاء أم أبى أو يعني خلينا نقول وافق أم لم يوافق أبويهما. They are going to get married whether their parents approve or not، سواء إذا وافق أبوهم أم لا. إذن الوذر هي الوذر نات، خلينا نقول تستخدم لنفي جملتين سويا، يعني جملتين تنفهم لنفي الجملة معا، لنفي الجملة معا. يعني they are going to marry، سوف يتزوجون، شاء أم أبى أبويهما. The subordinating conjunction whether
or not can means that this is a choice between two alternatives. ومرات تجي بمعنى الخيار. طيب خلينا هنا الجملة الأولى. They are going to get married. سوف يتزوجون. Whether or not. يعني شاء أم أبى أبويهما. أو يعني بموافقة أو عدم موافقة أبويهما. فالوذر والوذر ناطي يعني شاء أم أبا. باللغة العربية نترجمها شاء أم أبا يعني هيك. يعني مثلا you will pass the exam whether or not you studied. يعني أنت راح تنجح مثلا درست أو ما درست. whether or not you studied. يعني أنت راح تنجح بس يعني إن شاء الله كلكم تنجحون يا رب. سواء إذا قرأت أو ما قرأت. طيب ومرات الوذر تجي الوذر وذر نات تجي بمعنى الاختيار. I'm not sure whether or not I want to go. صراحة أنا ما متأكد إذا أريد أو ما أريد أروح. يعني شوف يعني هي مثبت ويعني تشمل الخيارات نفي وإثبات. حتى الجملة الأولى بها نفي وإثبات. شاء أم أبا. شاء إثبات أبا نفي. شاء أم أبا. يعني خليك تكتب عليها ملاحظة الوذر نات تأتي بمعنى شاء أم أبا. شاء أم لا. يعني تستخدم للخيار. خلينا نقول تستخدم للخيار. طبعا مو أقصد خيار وطماطة يعني لا أقصد خيار يعني اختيارات choices. طيب I'm not sure. أنا لست متأكدا. whether or not leave to go want to go. يعني أنا لست متأكدا إن أردت أم لم أرد الذهاب. إذن هذا هو المقصود بها. يعني إحنا أهم شيء نعرف أن whether or not هي من conditions من الشرط وهي تستخدم بمعنى شاء أم أبا. شاء أم أبا. هنا طبعا هذا التمرين ركزوا لي عليه. هذا التمرين مهم وهو جامعات تجيب من عنده. As long as the tickets are not expensive. طالما التذكرة ليست غالية. طبعا هذا هو الجواب موجود عندنا. هذا هو التذكرة نعم طالما التذكرة ليست غالية. I will go to the movie. سوف أذهب. طبعا خذوا لي سكرين الأجوبة لأن هاي الأجوبة هي ما بها تفكير وكذا هي بها عبارة عن حفظ يعني بس مجرد تحفظها لا أكثر ولا أقل. وأنا أيضا دا أشرح as long as you are not busy. طالما أنت ما مشغول. could you هل بإمكانك go to for a picnic تذهب في رحلة. could you go for studying English على سبيل المثال. help me with my assignment ساعدني بواجبي. stay with me رقم أربعة مثلا as long as you don't make noise طالما أنت مو مزعج غير مزعج ممكن تسكن معي بشقة يعني مثلا هم زملاء أو طلاب ولا آخرين. فيعني هن ذني فراغات المطلوب من عندنا انه نقراهن وانه نحفظ المعنى الاجوبه. طبعا اذا انت لغتك زينه تقدر بس تلقى عليه النظره وتفهمهن وخلص يعني بدون حتى قرايه ما يحتاج قرايه. واذا انت حسيت انه يعني عندك لغه ضعيفه وكذا فحاول تقرا الجواب تاخذ الجواب منها تخليه بالكتاب وان شاء الله راح تفهم الماده وحتى اذا نسيتها راح تقدر تكتب من عندك لانك فاهم الموضوع. طبعا نتوقف لهنا ان شاء الله. المحاضرة نشوف الريزلت إن شاء الله نشرحها في الوقت لاحق.